ايه اشهر اسباب الام الركبه؟ هو السبب الرئيسي لألام الركبة طبعا الايجنج او التقدم السن، هو ده السبب رقم واحد ان يحصل مشكلة للتآكل في الغضاريف، بسبب ان الجسم ما بيبقاش قادر ان يعمل يعني التئام او هيلينج للمشاكل اللي حصلت في الركبة، تمام، سواء كانت للغضاريف او كانت للأربطة او لو حصل تآكل في العظم بعد كده. يعني هي مع التقدم السن وارد ان بيحصل آلام في الركبة، لو الجسم غير جاهز انه يستحمل الحمل اللي هينزل عليه هو بيبقى سبب رئيسي ان التقدم في السن بعد سن 45 سنة بيحصل ان الجسم كده تزعل ناس كتير. 45 ده لسه شباب يا دكتور. والله هو لو جسمه هو شباب شباب بجسمه يعني، فاهمني، مش بسنه، تمام، لو عنده العضلات جاهزة لان هي تشيل الحمل ده عن العظم خلاص الدنيا بتمشي تمام، لكن لو غير كده الركبة والعظم بيبدا يشيل حمل كبير من الجسم مع تقدم السن، بيبقى اصلا قدرة الجسم على الهيلينج او انه هي يساعد على التئام المشاكل اللي فيه بتقل، وبالتالي ده السبب الرئيسي ان التقدم في السن بيؤدي لان يحصل مشاكل في الخشونه. ان في سن الشباب انه وارد ان تحصل مشكله في الركبه، لكن الركبه بحكم ان الجسم بكامل نشاطه وطاقته وحيويته وتكاثر الخلايا اللي موجوده بالزبط. تقدر تعالج الالم اللي بيحصل ده وتداوي اي مشكله موجوده. بالظبط، وده اللي بيديك فرصه انك تاخر المشكله. انت فاهمني؟ لكن هو ممكن يحصل ان الجسم من سن 20 سنه او قبل كده كمان تبدا يحصل التاكل. ليه بقى؟ في المفصل. السلوكيات اللي بيمر بيها الشاب دلوقتي او سواء كان في شغله بيمر بـ 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 بمشاكل، مثلا ان هو مثلا بيقعد كتير تاني ركبته بيشيل احمال كتيره ويبدا يطلع سلم، الشاب وزنه زاد، زياده الوزن دي برده من ضمن الاسباب الرئيسيه لانه يحصل مشاكل في الركبه. دلوقتي بقت ممكن تلاقي شاب عنده 20 سنه وما شاء الله وزنه معدي ال 100 كيلو وال 120 كيلو، وكل الحمل ده على الركبه. على الركبه، انت كل ما بتتكلم كل باوند بيزيد في الجسم في الحجم بيزود من 3 ل 4 باوند حمل على الركبه. يعني الكيلو اللي زياده في وزن الجسم بالظبط كان في 3 او 4 كيلو زياده على الركبه. بالظبط على الركبه. لو العضلات والاربطه بتاعت الركبه غير جاهزه لان هي تشيل الحمل الزياده ده، خلاص العظم هو اللي بيشيل الموضوع مع الوقت، ويبدا يوصل لسن معين خلاص المفصل بيتاكل، الغضاريف او المخدات اللي ربنا خلقها لنا موجوده عشان تمتص الصدمات تبدا تتاكل خلاص، وبيبدا بعد كده يحصل احتكاك عظم بعض، يبدا بقى بعد كده في الاخر خالص بيوصل ان الانسان بيبقى محتاج تغيير مفصل.